الظروف الصناعي بيؤدي تقريبا 95% من وظائف الغضروف الطبيعي وبيفضل مدى الحياة. الجراحات محدودة التدخل تعالج الآن مشاكل العمود الفقري بنسب نجاح تتجاوز 90%. الجراح اللي يقدر يعمل الجراحات محدودة التدخل يعني يستطيع أن يجري جراحة بالمنظار والميكروسكوب، ده جراح بيقدر يعمل كويس الجراحات العادية وبأحسن ما يكون. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيوروسباين للجراحات المتخصصة. ضيف العزيز هو طبعا قمة علمية كبيرة في عالم جراحة المخ والأعصاب، وهو واحد من قمم هذه الجراحة مش في مصر بس، في الوطن العربي، وواحد من البارعين في عالم الجراحات المتخصصة وعالم جراحات محدودة التدخل، هو أستاذنا الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بك يا دكتور أيمن. هل الناس بتحب اللي بيضحك عليهم؟ دي حقيقة بجد للأسف. مش كل الناس طبعا، يعني أحسن ناس ما يضحكش عليها هي الناس اللي عندها خبرة. الخبرة دي ممكن أكون باخدها من المجتمع حواليا، من حد جاري، من حد صاحبي، من حد أنا عرفته. لكن دايما الناس بتدور على الحاجة السهلة، وزي ما بيقولوا كده وراء كل نصاب طماع. إزاي طماع؟ أنا آسف، هو الطمع في أنك تبقى بصحة جيدة ده مطلب شرعي ومطلوب وده هدفنا كلنا، ولكن أنك أنت تبقى عندك مشكلة كبيرة جدا في العمود الفقري وتتصور أنك أنت هتحل المشكلة دي بجلسة عند واحد أنا آسف كل تعليمه أنه يعني بيعرف يقرأ ويكتب يدوب، وتتصور أن الجلطة اللي حصلت في المخ كل علاجها انك تروح لواحد يقطع لك في جسمك عفوا وينزل شويه دم ويقول لك دم فاسد ويضحك عليك بالكلام ده كله. للاسف في اطباء دلوقتي خريج كليه الطب، في بعض انا شفتها، انا لسه شايف حد امبارح وبيتكلم في الحجامه على انها علاجات وانه عامل مؤسسه وبتاع حاجه، يعني تدعو للاسف الشديد ان واحد خريج كليه الطب، يعني اللي كان بيتكلم معرفش كان خريج كليه الطب ولا بيدعي ان هو خريج كليه الطب، بس تبقى نصيبه انه حد خريج كليه الطب وان كان فاشل. ما هو في مش كل خريج طب شاطرين، ما ممكن واحد يكون خريج طب فشل يعني طبعا. للاسف امتهن هذه الخزعبلات. يمكن دايما لما بيبقى عندنا حاجه صعبه بندور على حلول وهمية ليها. يمكن دايما الناس بتتكلم عن الجن وتضع له يعني كتب وأساطير وده لأنه حاجة مبهمة، وبيحطوا المعجزات مع أن ده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، له ما له وعليه ما عليه. جراحات العمود الفقري من الحاجات الصعبة جدا، مشاكل العمود الفقري بالذات من أصعب المشاكل اللي بيواجهها الإنسان، ولما تتعامل مع حاجة صعبة انت بتدور على حاجات كتير جدا، وساعات الواقع بيبقى مؤلم فالناس بتتصدم بالواقع ده فتبحث عن الوهم. ما بتلاقيش في الدول الغنية المتطورة حد بيطلع إشاعة انه بيولد الفلوس او بيجيب الزئبق الاحمر عشان يطلع، بتلاقيه ده في الدول الفقيرة لانه هو المال بالنسبة له مطلب يومي. بالتالي ما تلاقيش حد بيتكلم عن الدجل كتير في التجميل او في الامراض السهلة، لكن بيبقى في الحاجات الصعبة العمود الفقري. طب خلينا نبدأ بداية قوية جدا. النهاردة عندنا فقرات كتيرة، عندنا أشياء كثيرة، في فوازير، في أفلام كمان، مش أفلام، وقائع وبمسميات معينة حضرتك هترجمها لنا للواقع المخ والأعصاب، لكن نبدأ بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ كبار السن والفيميل، النساء هم الاكثر عرضه لمشاكل العمود الفقري والعظام. ابيض. لا اسود طبعا. اسود طبعا. اكثر مشاكل العمود الفقري بتعتمد اكثر على السن، لو احنا بنتكلم عن فئه الشباب والسن الصغير بيبقوا الرجال اكثر بالذات في مجتمعنا، لان الرجال بيتعرضوا للاعمال وللشغل وللشيل والمجهود العنيف. في مجتمعنا برضو لما نيجي نعدي السن ده اللي هو عدينا ال 35 40 سنه بتبقى الستات اكثر لحد سن ال 60 سنه 65 سنه، لان الستات عندنا للاسف اللياقه البدنيه
بتضعف قوي 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 عندهم عند سن من 35 والفوق بسبب الحمل والولادة المتكرر، بسبب عادات الغذاء الغير منتظمة، بسبب عدم الانتظام في اللياقة البدنية والرياضة. فالموضوع كله بيعتمد على إحصاءات كل مجتمع غير التاني، مش كل المجتمعات زي بعضها، يعني أمريكا غير أوروبا غير مصر غير أفريقيا غير شرق آسيا. إذا جاء المريض مبكرا دي صعب قوي، فإن التدخل الجراحي يصير يعني نسبته أو فرصته قليلة للغاية. أبيض ولا أسود؟ أبيض طبعا. كل ما عالجنا بدري كل ما كانت النتائج أحسن بكثير جدا جدا جدا، وكل ما كانت وسائل التعامل مع المشكلة أسهل وأبسط على المريض وعلى الطبيب والنتائج أفضل. وبالتالي العلاج الجراحي ما بيبقاش أبدا في الحالات اللي جاية بدري. والأجمل من ده كمان الوقاية. يا سلام لو عندنا توعية. احنا يمكن عشان كده برامجنا دي وظهورنا دي بتغير في سلوك المجتمع، بتغير في العادات، بتؤصل الصحيح وتصحح المفاهيم الخطأ. ثلاث حاجات لعبوا دور كبير جدا وراء تقدم جراحات العمود الفقري. أولا الجراحة الميكروسكوبية والجراحة الملاحية وجراحات المناظير. أبيض طبعا. أبيض طبعا، شديد البياض ده أبيض، لأن أنت انتقلت بالمريض بتاعك من حقبة إلى حقبة أخرى. النهاردة لما بنعمل عملية بالمنظار، العملية بالمنظار دي بتحل لنا معضلة كبيرة جدا جدا، بتحل لنا مهمة كانت مستحيلة. ازاي مهمة مستحيلة؟ ان مريض عنده غضروف، ضغط على عصب، مؤثر على الرجل، بدخل اعمل له عملية والمريض اول ما يفهم البنج بيقف ويمشي ويقعد ويوطي ويتحرك. ليه؟ لان ما شلتش اي حاجة من تركيب العمود الفقري الطبيعي، يبقى انا حققت المهمة المستحيلة. التكنولوجيا الحديثة في جراحات العمود الفقري جعلتنا نتدخل او نستطيع التدخل لعلاج اكتر من غضروف في عملية واحدة. أبيض طبعا. ده احنا مش بس بنعالج غضروف، ده احنا بنعالج غضروف وممكن نعالج خشونة، وممكن نعمل تثبيت فقرات، وممكن نعمل توسيع لقناة الحبل الشوكي، مش 3 × 4 × 1. ده احنا بنعمل كتير جدا جدا باستخدام التكنولوجي وبأقل القليل من الفتحات وبأقل القليل من العبء الطبي والعبء المادي على المريض. عندي أول جملة أو أول كلمة هي هذه: الخديعة الكبرى. ما هي الخديعة الكبرى التي ربما تطلق حول مريض بمرض من أمراض العمود الفقري؟ الخديعة الكبرى هي العلاج بدون جراحة، بدون مشرط، بدون ألم، بدون 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 بدون. دي خديعة كبرى، وناس كتير جدا برجلها بتيجي في المضاعفات والمشاكل الكبيرة بسبب هذه المشكلة. واللي بيقول كده بيبقى عامل زي اللي بيلم الفراشات على الضوء عشان يموته. فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي بنقولها يا جماعة، خلينا واقعيين. احنا عندنا مشاكل في العمود الفقري وهي مشاكل صعبة هنتعامل معها بالعلم. دايما بقول لتلامذتي يا أولاد خدوا بالعلم، لأن العلم لو كان لقى في السحر وسيلة نافعة كنا هنتعلم السحر ونعلمه لكم. في أكتر من كده، ما هو اللي بيقعد يدرس سنين ده مش صعب أبدا عليه إنه يمسك عصاية ويعالج بيها، والله ما صعبة، ده بيعمل اللي أصعب من كده بكتير. طيب هنا يجي السؤال الثاني: من هو الحريف في جراحات العمود الفقري؟ الحريف ما بيتعلمش أو ما بيتولدش في لحظة، ما بينبعث كنبي. الحريف ده هو الإنسان اللي أخد بأساليب العلم الحديثة، اللي عنده موهبة وأمانة علمية وبيبذل مجهود، ومجهود رهيب جدا. وعلى فكرة أحد أهم المجهود اللي بيعمله الطبيب الحريف إنه بيشوف عينين كتير جدا، بيعمل عمليات كتير جدا. أحد الحاجات اللي بتميزنا في الدول الأوروبية وفي أمريكا لما بنسافر مؤتمرات أو لما الواحد فينا بيروح يشتغل هناك، وده تجربة أنا بعيشها دايما بعيشها الأيام دي، إني لما بروح أعمل عمليات بلاقي اللي بعمله هناك أقل بكثير جدا من اللي بعمله هنا. زي ما بيقولوا كده، العين بيجي لنا هنا بعد ما يكون استوى من جميع الجهات، وبتعامل هنا مع مشاكل صعبة جدا جدا جدا، فبالتالي هناك بالنسبة لي بتبقى المشاكل أقل وأسهل.
لما كنت بدور على الحريف دي كنت بفكر في المخ والاعصاب وتحديدا في حضرتك. شكرا. الفقره الثانيه الفقره الثانيه في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ هو السؤال الاولاني يعني سؤال مهم قوي. من لا يمتلك الجراحه الملاحيه ولا يمتلك جراحات المناصير ويعتمد على خبرته فقط، اولد اللي بيسموهم احنا الفيري اولد سكول، المتمسكين بالاولد سكول، ده متهم ولا جني ولا بريء؟ ده المتهم طبعا. متهم. ما ينفعش في الوقت الحالي ان انا بشتغل عندي في البيت شاشه فلات سكرين وعندي وعندي وعندي، بركب عربيه اوتوماتيك بشغل التكييف، يعني ما ينفعش ان انا ابقى بشتغل الجراحات بنفس الفكر بتاع ولا ينفع بالنسبه لي 10 سنين فاتوا. لا ليه؟ لان انا كل ما باخد حاجه جديده وبكتسب مهاره جديده دي بتنعكس بمنتهى الامانه على شغلي، وربنا دايما بيقول في كتابه العزيز ان الله يحب المحسنين. المحسن ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال المحسن اللي لما بيذبح حتى الذبحه بيحسن الذبحه. فالمحسن في عمله هو اللي بياخد بتلابيب العلم الحديث، بيتعلم كل ما هو جديد، بيجيب الوسائل. شوف ان الصوره الفيديو خير مثال. النهارده احنا بنعمل توسيع للقناه العصبيه بأداة دقيقة جدا اسمها مايكرو دريل، دي بتدخل مع المنظار. يعني أنا بقدر أعمل عملية كبيرة جدا كان بيتشال فيها العظم من العمود الفقري وبتشال فيها حاجات كتير جدا وبيضعف فيها العمود الفقري مئات المرات، والمريض بيطلع حلت له مشكلة وعملت له عاهة بحلها بحاجة بسيطة جدا. مين اللي عمل ده؟ هو العلم الحديث. وبالتالي النهاردة لابد أن نأخذ بالأساليب الحديثة دي، ما بقتش في رفاهية، لا ده بقت أمانة علمية لابد أن نتعلمها. ده مثلا إزاي أن أنا أحول مريض عنده هشاشة اتزحلق في الحمام وجاله كسر، برجع له الفقرة سليمة تماما وببنج ومخدر موضعي دون أن أعرض حياته للخطر من البنج، ودون أن يقعد في السرير اسبوع واثنين وثلاثه، ده بيعمل العمليه دي ويقوم يمشي على رجله في نفس الوقت. ده حقن الفقرات ببالونه مليانه اسمنت عظم. طيب هختار لحضرتك ده، سمك لبن تمر هندي. ده جمله شعبيه بتقال، اتعملت فيلم، بس جمله شعبيه بتقال انه الشغل ده مش مظبوط. مين اللي اتقال عليه سمك لبن تمر هندي؟ الدكتور اللي بياخد المريض ويحط على اليافطه مركز او مكان وهو قاعد في شقة وبيخدع المريض ويفهمه أنه هو بيعمله أحسن حاجة، وهو لا يمتلك الوسائل الحديثة من علم من أجهزة من إمكانات من معدات، وبيعمل عملية تحت السلم أو في مستشفى تعبانة، وبتكون النتيجة والضحية هو المريض. انت ما بتوفرش للمريض، ده بالعكس، ده انت بتعك الدنيا، تحط سمك على لبن على تمر هندي. وعشان نصلح ده ونفصلهم عن بعض احنا محتاجين معجزة او مهمة مستحيلة، وساعات المريض بيحطنا في المهمة المستحيلة. الجريمة الضحكة، من هي الجريمة الضحكة في عالم جراحات المخ والاعصاب؟ العلاج بالعصاية. واللي اضحك منه الكواليتي بتاعت الناس اللي بتجيلك. ولما تلاقي ناس، انا شفت ناس جايه يعني بتقول انا رحت للعلاج بالعصايه وبتاع، وناس مثقفه وناس هايلي اديوكيتد، يعني متعلمين. غريبه على فكره. ليه؟ ثقافه عايز انوه للموضوع ده يا جماعه، ضايعه عند الناس دي. احنا 80% من مشاكل العمود الفقري يتم علاجها علاج تحفظي بدون جراحه. المشكله بتقع عند اتنين، عند المريض اللي مش على درايه بمشكلته، وعند دكتور غير امين بيروح له مريض مش محتاج عمليه بيكبر له الدنيا ويقول له عمليه وهو مش محتاج عمليه وكان هيخف بالعلاج التحفظي الجيد. ولما ما بيروح ما يلاقيش العلاج التحفظي الجيد بيلجا الى الدجل والشعوذه. وبالتالي احنا لينا دور كبير جدا كاطباء، كل ما كنت انسان كويس ومثال جيد للاطباء كل ما ساعدت الناس على انها تنتهج النهج الصحيح. ودايما بقول انت في مجتمعك مش مجرد طبيب، انت لك رساله، الرساله دي بيبص عليها ناس كتير جدا، لو عملتها كويس
هتصلح حاجات كتير جدا من غير ما تعمل مجهود. هذهب مع حضرتك الى جزء ثالث مهم جدا، وفيه طبعا فوازير، فوازير طبيه، بس الجزء الثالث اللي هو الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ هناك دمج مهاري مهم جدا الان في العالم ما بين الجراحه الملاحيه وجراحات المناصير. طبعا ده يقين. اكيد طبعا يقين، ده بندخل ثلاث حاجات مع بعض او اربع خمس حاجات. الجراحه الملاحيه بندخل معاها الميكروسكوب والمناظير، وبندخل ليزر، وبندخل وسائل كثيره جدا كلها انتجريتد. انتجريتد يعني متعاونه ومتشابكه مع بعضها علشان نقدر نوصل المريض الى حاله صحيه امنه تماما. انا النهارده لما باجي اعمل عمليه في الغضروف زي ما احنا شايفين كده، ده غضروف، هدخل اشيل الغضروف ده ازاي؟ هحدد ازاي انا هدخل على الغضروف ده من غير ما افتح للمريض فتحه؟ ده انا بدخل من خرم ابره على الغضروف ده، بحقنه بماده واصوره تحت الاشعه واركب ده على الكمبيوتر واوصل ده باجهزه استحساس شغاله بالالكتروماجنتيك ويف زي موجات الراديو والتلفزيون، ودي بتخليني وانا بشتغل العمليه اشيل الغضروف اعرف شلت ايه وازاي وكم في المية من المشكلة، وحليت المشكلة ازاي، وازاي استخدم الليزر بدقة شديدة جدا في ان انا اصل الى نتيجة عالية جدا جدا دون ان احدث اي عطب او تغيير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. الفزورة هي عبارة عن تدعيم لفكرة انه انا سمعت كويس، انا سمعت كويس من حضرتك، والكلام اللي هقوله هو كلام انت قلته لي قبل كده، بس انا هقوله بطريقة اللي انا سمعتها منك وانت تقولي انا قصدي على ايه. فزورة، تمام، عشان نثبت انه الفزوره ديت يعني اهم حاجه. نوع معين من الجراحات بيسموها جراحات الثقب الصغير، اكيد عرفتها طبعا خلاص طبعا. هي دلوقتي الموضه الاعلم والاعلى والافضل والاكثر شيوعا في العالم المتحضر. جراحات المناظير طبعا، المناظير محدوده التدخل. فعلا هي محدوده التدخل او المناظير. دي رقم واحد طبعا. هم يعني بره بيسموها كي هول سيرجري. كي هول، كي هول يعني الفتحه اللي بدخل منها بالمفتاح. تخيل انت بتفتح الباب بالمفتاح غير لما تكسر الباب وتدخل. الجراحات التقليديه كلها انا بشيل الباب بالكامل عشان ادخل الغرفه وارجع اركب الباب تاني او ما اركبوش. الجراحات الحديثه كلها هي زي الكي هول، بدخل بالمفتاح احل اللغز واطلع وارجع الاماكن تاني. فهي اهمها جراحات المناظير، اهم ركن فيها بستخدمه هو الجراحات الملاحيه طبعا بالنسبه لنا احنا في المخ والاعصاب والعمود الفقري. اكتر كلمه او اكتر جمله بتوضع على بعض اليافط تنرفز اي استاذ مخ واعصاب، تنرفز اي حد انترستد بالطب في مصر، علاج باسلوب معين هو؟ طبعا انا قلت من شويه العلاج بالعصاية او العلاج بدون جراحه، بدون الم، بدون اي شيء يعني. حتى هم كتبوها، هم كتبوها لغايه الاخر بدون اي شيء، هو زي ما قلت، واحد بيطمع في نتيجه كويسه من غير ما يبذل مجهود. على فكره الطب الحديث دلوقتي بيعتمد في علاج المشاكل المستعصيه على مشاركه المريض. المريض لازم يشارك. يشارك ازاي؟ باقتناعه بيشارك، بمشاركته في الخطة العلاجية بيشارك، بهدفه الأعلى. أنا ما شفتش مريض عنده هدف إنه يخف وبيستعين بالله وبدكتور كويس وما بيخفش، ما بيحصلش. حتى في أصعب وأعصر الأمراض ربنا دايما سبحانه وتعالى بيدي الإنسان المجتهد بيديله كويس. ودايما بقول للمريض خلي بالك، كل ما كان عندك طموح للنجاح أنت هتنجح. كلنا جربنا ده في حاجات كتيرة. وجودك معنا أثرنا بشكل كبير جدا، أثر الثقافة الطبية في عالم المخ والأعصاب، العالم الأكثر صعوبة، أكثر دقة، أكثر أهمية وخطورة في نفس الوقت. إذا كانت لهذه المؤسسة أعمدة الرئيسية بنيت عليها فأنت أحد هذه الأعمدة، ونفتخر بهذا وجودك معنا، شرف كبير لينا ولمؤسسة. شكرا دكتور أيمن، شكرا جزيلا. طبعا أضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور ياسر حميلي كان في الناس الحلوة. خليكم دايما على الناس الحلوة.
لو قلت لك انه يعتقد الكثيرون ان تكميم المعدة لا تصلح لمريض السكر، ده اعتقاد يبقى صح ولا اعتقاد خاطئ؟ هل تحويل المسار في المرضى اللي عندهم سكر في سن صغير هتجيب ان هي تشفيه بنسبة 100%؟ من واقع الامر لا، خاصة لو المريض ده بياخد انسولين. مش كل درجات السكر واحدة، ومش كل الناس جالها سكر في وقت واحد. هيبقى في مريض جه سكر من 15 سنة، وفي مريض جاله سكر من 10 سنين، في مريض جاله سكر من 5 سنين.